لقد غيرت اللقاحات طبيعة تفشي الوباء، ولكن ما زالت هناك حاجة كبيرة للأدوية التي يمكن أن تعالج كوفيد-19، والتي يتحدث عنها العالم أجمع بأنها من الممكن أن تكون أمل الخلاص أو التعايش مع الفيروس، كما أننا كنا نعتمد في بداية الوباء على الفيتامينات وبعض الأدوية التي يدخل بها الباراستيمول. فهل تم تطوير هذه البروتوكولات وهل نحتاج فعليا لأدوية جديدة أن تكون في صيدلية المنزل؟ اليوم نتحدث عن أكثر من 62 ألف شخص يعانون من فيروس كورونا أو الحالات النشطة في الأردن. للحديث أكثر عن ما سبق ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ودكتور الصيدلة الدكتور عمار المعايطة. دكتور عمار صباح الخير وأهلا بك في أخبار السابعة. صباح النور سيدي، والله يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين. صباحك سعيد دكتور. نتحدث عن سنتين من التعامل مع وباء كورونا. في أول الأيام كنا الشخص المصاب نقول له اذهب وخذ الفيتامينات، اذهب وخذ خافضات الحرارة وأدوية أخرى. هل تطور هذا البروتوكول العلاجي وهل هنالك أدوية أخرى يجب أن تكون موجودة في المنزل؟ ونحن نتحدث اليوم أعيد وأكرر عن أكثر من 62 حال ألف حالة نشطة في الأردن. نعم سيدي، للأسف الحالات في ارتفاع، وأكيد في معظمها هذه الحالات ستكون داخل الحجر المنزلي. بالنسبة للبروتوكول العلاجي في البداية، في بداية الجائحة فعليا لم يكن البروتوكول العلاجي هو بروتوكول موضوع بشكل علمي، لأنه لم تكن لدينا معلومات كافية عن طبيعة المرض، بل هي كانت اجتهادات فعليا. نعم. لكن في المرحلة الحالية الآن نحن نتكلم عن نفس البروتوكول. نعم دكتور. نتكلم حاليا الآن عن عدم وجود تغيير كبير في البروتوكول المنزلي. نعم. حيث أن الخفضات الحرارة هي الأساس، كالباراسيتامول، مضادات الالتهاب، الآيبوبروفين، شرب السوائل وتفادي الجفاف، الراحة والنوم. نعم. لكن في بعض الدول الآن حديثة وهي الأجسام المضادة العلاجية، وهذه الحالات التي يمكن أن تكون أكثر اختطاراً، يعني إحنا نحكي عن فئة عمرية 65 عام فما فوق، بالإضافة إلى أنه بيكون عندها أمراض مزمنة. هاي الأدوية البيولوجية غير متوفرة بشكل كبير وهي باهظة الثمن، فإحنا لسه بنحكي عن البروتوكول. نعم. يعني لساته في يعني زي ما هو كان في البداية تقريباً، لكن في شغلات كثيرة اتضحت الآن إنه استخدام المضادات الحيوية غير مجدي، وبالتالي ما بننصح احنا المرضى انهم ياخذوا مضادات حيويه. بعض الادويه اللي كانت تقال لها فائده مثل الهيدروكسيكلوروكوين والى اخره كمان هذه ما لها اي فائده. هلا انا في شغله نقطه مهمه بتمنى من جميع المواطنين او المصابين والله يشفيهم جميعا ان شاء الله قريبا، انه يكون في كل منزل اذا استطاعوا جهاز قياس الاكسجين. نعم. جهاز قياس الاكسجين مهم جدا، اللي بنحط على الاصبع حتى يراقب المريض نفسه لأي أعراض تنفسية ممكن تظهر عنده، خصوصا في اليوم الخامس أو السادس. إذا حدث عنده انخفاض مفاجئ في نسبة الأكسجين يجب عليه مكالمة الطوارئ أو التوجه إلى المستشفى مباشرة، لأنه نسبة انخفاض الأكسجين بتدل على أنه المرض قاعد بتطور وممكن يأثر على الرئة بشكل كبير جدا.